الحياة بنور هدى وتطب جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة فؤاد شغوف جمال نفس له طاعة وتطلب نفس له طاعة وإلى منتهى جمال الوجود ذكر الإله وتصفو الحياة جمال الوجود بذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back to my channel. Our friends, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? ठीक हैं? तो अभी हम एबटाबाद की तरफ जा रहे हैं और सुबह का मंजर है माशाल्लाह. तो हर तरफ जो है वो ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरती है. जैसे जैसे आगे पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है तो और भी ज़्यादा खूबसूरती और ख़ूबसूरत मंजर जो हैं वो सामने आएंगे इंशाल्लाह. तो स्टे विद अस. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة اور ہوا اتنی ٹھنڈی ہے کہ بس کیا بتاؤ آپ. بارش بھی بہت تیز جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة فؤاد شغوف جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف. تو فرینڈز بارش بہت زور سے ہوئی ہے تو ابھی یہ تقریباً شاہ محمود انٹرچینج سے تھوڑا سا آگے آئے ہیں تو یہاں پہ بارش کا نام و نشان نہیں ہے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. جمال الوجود بذكر الإله وتصف
الحياة بنور هدى، جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى، وتطلب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى، جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى، وتطلب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى، جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى، وتطلب نفس له طاعة، فؤاد شغوف جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى، جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. पहाड़ों के पीछे से और बादलों के आगे वो नजर आ रहे हैं। فؤاد شغوف جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى، جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى، وتطلب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى، جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى، وتطلب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى، جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى، وتطلب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى، جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى، وتطلب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف
جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف. फ्रेंड्स, हम अहमदाबाद की शाम काम पे स्टे कर रहे थे। रश काफ़ी है देखो। ये तो फ्रेंड्स, हम अहमदाबाद की क्या तो वहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ पे स्टे किया। तो यहाँ पे आने के बावजूद भी जो है ना, वो गर्मी नहीं लग रही। तो मौसम बड़ा ठंडा है, बड़ा प्यारा मौसम है, एंजॉयबल मौसम। तो इसको कैमरे की तरफ देखा नहीं जा रहा, क्योंकि इस तरफ सूरज है, वो दिखाते हैं। अहमदाबाद के यहाँ पे होटल्स हैं, तो यहाँ से आप खाना वगैरह खा सकते हैं और आराम भी कर सकते हैं यहाँ पर। और यह फ्रेंड्स, हम चलते हैं आगे की तरफ। Stay with us. So friends, after boss we have nikal chuke hain. So aadun shaghoof jamal wujood bi dhikr il ilah wa tas